يعني حقيقة تألمت يعني إنه إخوتنا وأخواتنا، يعني الصراحة راح أحكم على الإنسان اللي مد إيده على هذا الرجل أو هاي الإمرأة، أقول هذا ما قاعد بصف وابن عاق ما محترم أبوه، وإذا انطلق الأمر بأمر حكومي هاي طبعا ردة فعل. أنا أعتقد أستاذ ويسمعون الأخوان، نقابة المعلمين لو كان هناك أصوات أذان تسمع صوت النقابة ما وصلنا بهالدرجة. يمكن اليوم ما حد يسمع صوتك؟ لحظة لا ما أقدر أمر عليها. ما حد يسمع صوتك؟ ما حد يسمع صوتنا. الحكومة الحكومات والوزارة.